تسديد وتعود كرة بالراس بامتياز من إيريك بايلي، فرصة خطيرة في الهجمة متاحة لجرادول. جول 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 بمرور ثاقب بكرة في الشباك، يسارية قاتلة لمرمى الحارس فيس بيتسيكيموتو. هنا راوغهم هنا يايا توري الجديد، كرة في فرصة خطيرة الآن جيرفينيو. جيرفينيو جول 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 جول. سيدو دومبيا أخيرا بعد لمسة أخيرا جاءت من جيرفينيو، لاعب الذي يملك الخبرة والتجربة، ولاعب اللاعبون المخضرمون حتى وإن لعبوا 75 دقيقة باسمهم نظريا، لكنهم يمكنهم أن يغيروا الواقع بلمسة واحدة، حتى في دقيقة واحدة وأقل من دقيقة بل أقل من الثانية. جيرفينيو وسيدو دومبيا اللذان كانا ظلا لنفسيهما طيلة أطوار المباراة وطيلة 75 دقيقة، ها هو الأول يمرر وها هو الثاني يتموضع ويتموقع يستلم ويسجل بمهارة على طريقة دي دروكبا. سيدو دومبيا هل أجهزت الأفيال على النمور؟ هل افترست الأفيال النمور اليوم؟ كرة لجيرفينيو، جيرفينيو للعبور، يهرب يامور، روجر صالي وكرة الهدف الثاني. ثالث 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 ثالث. جول جول جول. سيدو يا سيدو يا سيد اللاعبين، دومبيا يا دومبيا قتلهم بالثالث. سيدو دومبيا في القائم ثم في الشباك، ما يفعله جيرفينيو على الجهة اليسرى في آخر ما تبقى من دقائق، وكأنه في عمر 20 سنة وليس 30، وكأنه في الدوري الإنجليزي وليس في الدوري الصيني. ضربوهم بالثلاثية، قهروهم في فرانس فيل، فعلها جيرفينيو عند نقطة الجزاء. سيدو دومبيا يصل، ومثل ما سجل رونالدو الظاهرة في مرمى ألمانيا في كأس العالم 2002 برأس الأصبع في مرمى أوليفر كان، سيدو دومبيا برأس الأصبع يصطاد القائم والشباك الوحش. إنه